مرقة الكوسة أو حج أحمد، إحنا بالحواز نسميه حج أحمد، فمع الحبوب كلش لذيذ، لازم تجربونه. مرحبا جميعاً، اليوم راح نسوي وصفة إبداعية لذيذة مع الكوسة. طبعاً كوسة واحد من أو حج أحمد، إحنا نسميه حج أحمد بلهجتنا، واحد من الخضار اللي ماكو يعني وصفات مختلفة معه. يمكن هسه الدولمة، يمكن مرقة، أو حتى يعني بعض الناس يخلونه أعتقد بالمقلوبة. أعتقد إذا ما عاد كومباين ذان يعني الكوسة خوش اختيار. هذا الزيت هو يكون زيت اللي أنا قاشته أو شايلته من فوق المرق أو الدجاج. أنا غالبا يعني أحمس الخضار بشوية دهن زيتون، والدهن اللي يسيس أو يبغى على المرق أو تشريبه أو أي شيء يكون دهن الطبيعي للحم أو للدجاج. طبعا إذا وايد دهن مسيس فدايما أشيله وأغطيه هيك بالفوليو، خليه بالثلاجة وأستخدمه، خلينا نقول بوصفة يوم الثاني مثلا، ها يعني دهن أو زيت طبيعي فأصح، وبنكهة هيك يبغى ليش لا. مو كل نوع دسم يكون غير صحي، مثلا دسم اللي يجي من الحيوانات أو حتى يعني دسم الطبيعي مثل الأفوكادو أو السمك، يعني هم بوايد يعني دسم كلش صحي. هذه الوصفة أنا سويتها طبعا بلحم المفروم، بس أي نوع من اللحم أكيد راح يكون لذيذ، قطع من اللحم أو حتى الدجاج أكيد لذيذ ما يفرق. والبهارات هنا حسب الذوق، أي شيء اللي تحبون. أنا أكسترا يعني ضفت القرنفل، قرنفل كلش لذيذ. أنا أحب مرات يعني الوصفة يكون عندها نكهة مختلفة، مزيج مختلف، الخضار، الحبوب، اللحوم، يعني شيء جديد. إذا ما عندكم يعني طماطة طازج فعلبة الطماطة اختيار جيد. العدس يطبخ بسرعة، طبعا هذا أنواع من العدس، عندنا أعتقد 3 أو 4 أنواع، الرابع مو متأكدة بس أكيد 3، وهذا طبعا مشبوش أو ميكس من الثلاث، بسرعة يطبخ ووايد لذيذ، وايد لذيذ خاصة مع التمن. عندنا وصفة بالتمن العدس، أي حبوب اللي تحبون بكم تضيفون، المهم هنا الأذواق مختلفة وكل واحد يجرب يعني شيء اللي يحب وياكل الحبوب. نكثر بالأكل لأنه بروتين صحي، ومن ضفنا الحج أحمد ما يبغى وايد، لا تخلونه يبغى وايد لأنه يتمرد وإحنا ما نريده يتمرد، فأكيد جربوا هالوصفة. ألف عافية حجي أحمد، وايد لذيذ. لكر